وسط شعارات خرقت السقوف عمت المسيرات اليوم مختلف المحافظات، تركزت في معظمها على الشأن الاقتصادي، وعبر المواطنون عن رفضهم لخطة الحكومة الاقتصادية خاصة قرارها الأخير برفع أسعار البنزين، مطالبين أيضا بإصلاحات سياسية ودستورية. وفي وسط البلد خرج المئات في مسيرة بدعوة من الحركة الإسلامية تحت شعار الدستور أولا، مطالبين بإصلاحات دستورية حقيقية. وطالب المتظاهرون بإقرار قانون انتخاب عصري وديمقراطي يضمن تمثيلا حقيقيا للأردنيين، معبرين عن رفضهم لمشروع قانون الانتخاب الحالي الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب الأحد المقبل. واحتج المتظاهرون على قرارات الحكومة الاقتصادية واعتمادها على جيب المواطن لسد عجز الميزانية. وشهدت المسيرة هتافات وشعارات تطلق لأول مرة في مسيرات وسط البلد خرقت كل السقوف. هي ليست استفزاز بالشعب، هي استهتار بهذا الشعب الطيب الذي يساومون عليه ويرفعون عليه من كافة الصعب ومن كافة الناحية. يعني قانون الانتخابات هي إحدى حالات العبث التي تمارسها السلطات في الأردن، سلطات التشريع وسلطات التنفيذ، ما يدل ويؤكد على أن هذه المؤسسات لا تمثل الشعب الأردني، فهم في واد والشعب الأردني في واد ليصنعوا ما شاءوا، ينتجوا قوانين كما يريدون، ولكن حسابنا عند الانتخابات لنرى من سيذهب معهم إلى الصناديق ولنرى من الذي سيعبر عن إرادة الشعب. لا داعي لإجراء انتخابات إذا كان هذا القانون هو الذي سيفرز الحالة القادمة، فمجلس النواب الحالي هو ربما يكون إحدى صيغ التعبير عن القانون القادم. معركتنا الحقيقية هي استرداد السلطة بشكل حقيقي عبر تعديلات دستورية حقيقية ننفذ من خلالها إلى استرداد الدولة بشكل عام، استرداد الدولة مقدراتها وسيادتها وقرارها، هذه هي معركتنا الحقيقية.